فريق إنجاد للبحث والإنقاذ هو فريق يضم عدداً من المواطنين والمقيمين، يعمل بتصريح رسمي رقمه 7881079 تحت مظلة الدفاع المدني في معظم أنحاء المملكة. رسالتنا إرساء مفاهيم العمل التطوعي وقيمه الإسلامية والإنسانية. رؤيتنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. نقدم الخدمة لكم في جميع الأوقات. التوكل على الله ثم الإتقان والاحتراف أساس عملنا. تعامل الفريق مع ما يقارب 2500 بلاغ خلال 3 أشهر. عدد أعضاء الفريق تجاوز 550 عضو. عدد المسعفين في الفريق تجاوز 90 مسعفا. عدد أصحاب الخبرة الميكانيكية في الفريق تجاوز 100 خبير. بلغ عدد طيار الفريق 30 طياراً بمعداتهم وتجهيزاتهم الاحترافية. شارك الفريق فيما يقارب 38 مهمة بحث عن مفقودين في جميع مناطق المملكة خلال أقل من عام واحد. تتم عمليات البحث عن المفقودين باحترافية عالية، وذلك يبدأ من لجنة إقرار المشاركات ثم إدارة الكنترول المكتبي وتوجيهاته ومتابعته، وانتهاء بتخطيط الكنترول الميداني واحترافيته في خطة البحث. يباشر جميع أعضاء الفريق المهام بجهود شخصية وبإمكانيات فردية تحت إدارة منظمة وإشراف مباشر من قبل المنسقين الميدانيين ومنسق المكتب الرئيسي. جميع أعضاء الفريق على استعداد كامل لتقديم أفضل الخدمات التي يحتاجها مقدم البلاغ. مساعدتكم شرف لنا وتسعدنا خدمتكم.